حصدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية شهادة الاعتماد الفضي لمبانيها في مدينة عيسى والجفير والمحرق كأماكن عمل معززة للصحة، ويأتي ذلك بعد استكمالها لكافة معايير مشروع أماكن العمل الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة والرامية إلى توفير بيئة داعمة للحياة الصحية في مختلف مواقع العمل. بهذه المناسبة أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تبني الهيئة وتطبيقها لمفهوم بيئة العمل الصحية لموظفيها في كافة أفرع الهيئة يأتي إيمانا بأهمية توفير المقومات الداعمة والمناخ الأفضل والملائم لتمكين الموظفين من أداء مهام عملهم في بيئة تحقق سلامتهم وتحافظ على صحتهم الجسدية والنفسية. وبين القائد أن الهيئة ومن خلال لجنة الصحة والسلامة المهنية كرست جهودها لرفع الوعي الصحي لموظفي الهيئة عبر تنظيمها المحاضرات التوعوية الصحية والأنشطة والفعاليات الرياضية للموظفين وتشجيعها الدائم على التغذية السليمة في العمل وممارسة الأنشطة البدنية، مشيدا بجهود اللجنة وبعملها الدؤوب لتحقيق معايير التقييم الدقيقة والشاملة التي حددتها وزارة الصحة، وهو ما مكن الهيئة من اجتياز عملية التقييم ونيلها للشهادة الفضية.